نبارك حياتك العظيمة، ونبارك أيضا عائلتك العظيمة، عائلتك الكونية العظيمة. وهي كما أنت قلتي قبل التسجيل، أنت تسلمين رسالة، أريد أقول لك هي أيضا مهتمة فيك. عوائلنا الكونية عموما مهتمة بالأرض، بشعوب الأرض. عائلتك الكونية مهتمة بك كثيرا، وأنت قلت قبل التسجيل أنه تبدأين تنظمين الجلسات أكثر. هذا صح جدا، مهم جدا يا عزيزتي. أستاذ، أنا كنت لما أدرس كنت لما بدأنا الكورس وأدرس ما كنت اي أطبق الجلسات اي الخاصة، كنت يعني فقدت اللي نعملوها في اللايف، بس اي لأنه ما كنتش كنت يعني دائما أسأل، أنا أسأل نفسي يعني أنا أسافر وين. بعد بدأت أستلم يعني نعتم إنه لازم أصعد، إنه في يعني مهام يعني أنا لازم أعملها. في الفترة الأخيرة كان الاتصال قوي، وكان يعني إلحاح، وكان جدا اهتمام. آمين. فبدأت يعني أي أطبق الجلسات، رائع. جلسات بانتظام، يعني وأحس إنه يعني دائما هم معايا موجودين. نعم أي يا رب. أي فبالنسبة لجلسة اليوم، أنا من قبل ما نبدأ يعني كنت يعني مستعدة، يعني كنت أحس إنه في يعني كان من قبل ما نبدأ الجلسة كنت أحس إنه كأنه في حرارة عندي في جسمي، نعم أي كنت تفاعل مع الكلمة صار عندي أقوى مو مثل قبل، يعني أحس الكلمة أكثر. بعدين أستاذ لما بدأنا الجلسة كان عندي إحساس قوي إنه يعني شفت بوجود العائلة معايا. آمين. بعدين أنا لسه أستاذ يعني الرؤية العائلة كانت الكونية، غير قصدك أقصد العائلة الكونية. تمام، إن قلت العائلة العائلة الكونية، هي العائلة الكونية. إيه العائلة الكونية طبعا، آمين. بس إيه أنا حسيت جدا كان عندي إحساس جدا قوي، أي وكأنه هيك شفت أنا كأنه يعني إيش، نفسي كأنه إيش من فضلك. يعني شفت نفسي إنه أنا يعني شفت يعني معهم في المركز. اي صح طبعا. اي رائع رائع. اي وكان جدا فرحانين يعني، وانا حتى امين. احيانا كانه انا احس بجسم المد، وكان جسم المد يضحك يعني سعيد. جسمك المادي كانه ماذا؟ جدا جسمك المادي من فضلك. جسم المد احس يعني احس انه جسم المد كانه جسم المد هو ايضا سعيد، يعني كان كانه متفاعل معي في الجلسه. الله، رائع رائع. احنا فرحانين كثير حقيقة. انا اشعر، ما بعرف يعني، لانه انا ايضا اتصل مع العوائل الكونية، وانت مهتمين فيك، وانت نعم امامك صعود عظيم يا عزيزتي حقيقة. يعني ايه أستاذ، ايه أستاذ بعدين لأنه عملنا جولة يعني في المركز، استلمت منهم الضوء، اي وبعدين يعني رجعت لما رجعت أستاذ، السفرة ما كانت متعبة أبدا. بعد ما انهينا الجلسة مباشرة يعني طلعت من النافذة، فرأيت مركبة العائلة أقرب الله وشفتها كبيرة. الله الله. اي اي وانت مره اعتقد صور، او انت اكثر من مره بعثتينا الصور بتاعتهم، وكانت مدهشه. الفيديوهات، عملتي فيديوهات، بس هذه مدهشه يعني، مباشره ظهروا الان. أعطوني إشارة قوية بالضوء ومن ثم الله. طيب تقدرين تعملين فيديو الان؟ ما يزالون موجودين؟ ممكن تقدرين ترسلي لنا حتى لا نشوفه؟ هم أستاذ ذهبوا، لم يبقوا، لا لم يبقوا، لا الله، بس هو هذا مدهش مدهش. من بعد الجلسة والطالب يفتح النافذة. الله الله الله. إيه، وهل هي نفس المركبة اللي بالسابق الفيديوهات اللي أرسلتيها؟ نفس المركبة أستاذ. عجيبة عجيبة. إيه؟ حتى أستاذ حتى بالجلسة البارحة يعني إيه؟ لما رجعنا نفس المركبة أعطتني إشارة وذهبت، يعني كأنه يعني أنا الله إحنا معاك الله بس الله. اي يعني مش ما تشوفنا بالواضح كأنه اي وانت فرحانة فرحانة، يعني جاي يشعر عندك فرح يعني. اي فرح اي جدا. اي اي عظيم عظيم، هذا عظيم عظيم فعلا. احنا نعيش ايام عظيمة يعني حقيقة. ما هو هاي الكائنات، كائنات
أو أن الكونية تظهر، يعني أنتم لو تلاحظون بمجرد نعمل جلسة يظهرون، بمعنى أنه يعني هم يعطوك رسالة أنه هم موجودين. هذا مهم هذا الأمر. أي، وفقط أريد أكرر، هي أختنا بعثت لنا بعض من الفيديوهات، وأحد الفيديوهات كان رائع جدا جدا، ظهور المركبة يعني. وهو الآن بدأ يكثر هذا الأمر، أنه يعني إحنا نعمل جلسات اتصال والعالة الكونية يظهرون بالمركبة، بدأ يكثر هذا. إيه، وهو السحب بالجسم طبعا، هم عندما يظهرون اعرفي يعطوك إشارة يعني تحضري، يسحبوك بالجسم. هذا أمر مهم الذي نقوله، كل واحد يسمعني، كل طالب يسمعني، عندما يظهرون مرة مرتين ثلاثة يعني تحضر، يعني كون الضوء حتى يسحبوك بالجسم يا أخي ويا أختي. إيه، مدهش هذا. هو أستاذ حتى في سهر الأيام العادية، بس أنا أفكر فيهم وأغمض عيني، أتصل فيهم، أرفع رأسي في السماء، أجدهم يعني إيه، هم يظهرون مرة أخرى. أي يعني صحيح. إيه، عظيم. يوقفون يعني. إيه فعلا. إيه، مدهش. إيه، الكون يبارك سفراتك الكونية، الكون يبارك عائلتك الكونية، الكون يبارك الضوء الذي فيك يا أختي المباركة، وانطلقي أكثر، وأنت قائدة كونية، والكون يبارك حياتك الكونية العظيمة، واستلمي خير وسلام أبدي اليوم وكل يوم. آمين آمين آمين.